بدايه بنبارك لك على انضمامك لنادي القادسيه، هي مباركه متاخره، ولكن قول لنا شعورك وطموحاتك مع القادسيه السنه. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، اشكر مجلس الاداره على ثقتهم فيني، وان شاء الله اني اكون قد الثقه هذه، ونطمح ان شاء الله هالموسم نكون على امل جماهير قدساويه، ونحقق جميع الالقاب اللي نقدر عليها. ان شاء الله الاستعدادات طيبه حق الموسم مع مدرب لياقه خليل الجبابلي ومدربنا خير الدين مضوي، وان شاء الله خير. تمام كابتن، طموحاتك انت الشخصيه مع نادي القادسيه الموسم ده؟ ان شاء الله اني اكون على قد الثقه اللي اعطوني اياها، واذا لعبت اقدم كل اللي اقدر عليه ان شاء الله، واسال الله التوفيق. يعني كابتن، جمهور نادي القادسيه مستني كتير من الفريق السنه دي، رغم ان هو كان فيه شويه قلق من الفتره اللي فاتت، لو تحب تطمنهم تقول لهم ايه؟ الجمهور متعطش اكيد حق البطولات، وبنفس الوقت حتى احنا كلاعبين يعني متعطشين حق البطولات، وان شاء الله نبدا بدايه موسم طيبه بكاس الامير ان شاء الله.